مشاهدينا الكرام مساء الخير، اهلا بكم معنا في هذه الفقره من ماسبير، وهنتكلم عن الواقع الحالي لفيروس كورونا وفق الارقام اللي بتخرج ووفق بيانات وزاره الصحه عن اعداد المصابين والوفيات. زي ما احنا متابعين انه في طفره في الارقام، في اسئله كثيره جدا مطروحه. هل وصلنا الى الذروه؟ هل نتوقع تراجع الارقام في المرحله القادمه؟ طبعا زي ما احنا شايفين انه في تفشي كبير لهذا الفيروس ومنتشر على مستوى العالم، في كثير جدا من التجارب السريرية وفي كثير جدا من مشاريع اللقاحات. امتى من الممكن ان نتوقع يعني الخروج بلقاح معتمد وامن ومتوفر؟ الحقيقه اسئله كثيره جدا مطروحه نطرحها على ضيفنا اللي موجود معانا النهارده في الاستوديو، الاستاذ دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئه. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور اسلام. بدايه يعني زي ما احنا متابعين انه في طفره في الارقام الخاصه باعداد المصابين بفيروس كورونا، يعني داخلين على الربعميات دلوقتي، هل وصلنا للذروه ولا لسه؟ سؤال كويس جدا، متهيألي ده اكتر سؤال بيتسأل دلوقتي. احنا حاليا لسه الارتفاع في الارقام هو ارتفاع افقي بس لسه بيتزايد، لسه ما وصلناش للذروه، فلسه متوقعين ارقام هتستمر معانا. بس طبعا هي دي متوقفه على كذا حاجه، يعني احنا مبدئيا الارقام اللي احنا بنشوفها كل يوم دي بيسموها ارقام التشخيص اليومي. يعني دي مش ارقام الاصابات اللي موجوده في مصر كلها زي اي بلد في العالم. احنا عندنا مثلا 400 حاله شخصت، قدامها في مثلا 400 كمان او 800 وهكذا، لان طبعا من كل 100 حاله في 20 بس اللي بيظهر لهم اعراض، في خمسه اللي محتاجين انهم يروحوا مستشفى. فبالتالي دي معتمده انا بعمل كام مسحه في اليوم. فانا لو بكره مثلا عملت 100,000 مسحه جديده الارقام هتتضاعف. هل احنا محتاجين ان احنا نزود عدد المسحات؟ طبعا، بما اننا داخلين ان احنا هنزود فتح الاقتصاد وعشان عجله الانتاج تستمر، المعيار اللي يخلينا اتاكد ان انا لما باجي افتح الاقتصاد الاصابه ما بتزيدش او بتقل، ان انا اعمل مسحات عشوائيه كثيره. يعني هو البلاد بتعمل حاجتين في المسحات، يا ري اكتف يا برو اكتف. يعني ايه ري اكتف؟ رد فعل. يعني انا بستنى يجي لي حاله عندها مشكله او عندها كورونا واعمل لها التست واعمل لكل المخالطين ليها، اللي هو اللي احنا بنسمعها دايما كل يوم اجراءات البحث والتقصي للحجر الصحي. دي بيسموها رياكتيف. البرواكتيف البلاد اللي عايزه تفتح الاقتصاد بتعمل من نفسها ان هي تعمل مسحات عشوائيه للناس. فتلاقي المانيا مثلا عملت اكتر من 1,000,000 مسحه، امريكا عملت 5,000,000 مسحه، ان هي بتنزل تعمل راندم للناس وبتبتدي تشوف معدل انتشار الفيروس بيقل ولا بيزيد. لو الف ولايه مثلا في امريكا تقول الولايه دي صالحه ان انا افتح فيها الاقتصاد، دي لا. نفس الكلام في مصر، طالما هفتح الاقتصاد محتاج ان انا اقيم كل مرحله في فتح الاقتصاد بعدد مسحات عالي واخد منها جزء سامبل كده عينه واقول الفيروس ابتدى يقل، اكمل المرحله اللي بعدها، اكمل المرحله الثالثه. طب ده يخلينا نتكلم على الجدل الدائر اللي احنا يعني كنا متابعينه منذ ظهور الفيروس، اما يعني تسطيح المنحنى او استخدام سيناريو يعني مناعه القطيع او عوده الفتح الاقتصاد او غلقه بشكل جزئي او بشكل كلي. الطريقه اللي مصر ماشيه بيها هي تسطيح المنحنى. ازاي شايف يعني الاسلوب ده؟ هل شايف ان هو ده الاسلوب الامثل للتعامل مع الازمه الخاصه بفيروس كورونا؟ وهل قدرت الطريقه دي انها يعني ما يبقاش في ضغط كبير على القطاع الطبي في مصر؟ سؤال كويس. يعني احنا عندنا ثلاث سيناريوهات لحل الازمه دي، يا اما مناعه القطيع كامله زي ما انجلترا حاولت تعمل في الاول وفشلت، لان نسبه الاصابات كانت عاليه جدا والمستشفيات ما استحملتش والوفيات عاليه قوي، او اغلاق تام كامل، يعني يقفل كل مصادر الاقتصاد وكل مصادر الحياه وكل التنفس اللي موجود بره بيوتنا ونفضل قاعدين في البيت لوك داون، وده مشكلته في الاقتصاد. لان مفيش دوله تقدر تستحمل اقتصاديا اكتر من كده. يعني المانيا نفسها قالت انا لو كملت شهرين لوك داون اكتر من الشهر ده هخسر 20% من الناتج القومي المحلي بتاعي، وما يستحملوش كده. السيناريو الثالث اللي هو معظم البلاد بتحاول تعمله هو في النص، ان انا اقفل الاقتصاد بس مش قوي، اعمل نص اغلاق وخلي ده اللي احنا عملناه في البدايه. ده اللي احنا عملناه بالظبط كده، بس ده يستلزم نفس النقطه اللي تفضلت بيها بالظبط، ان انا يبقى عندي جاهزيه عاليه في المجتمع لان اعرف اعمل الموضوع ده. جاهزيه المسحات. يعني ايه مسحات؟ دي نمره واحد. جاهزيه المستشفيات، يبقى عندي مساحات كبيره في المستشفيات تستوعب الاعداد، الناس تيجي في مراحل بدري ما يجوش في مراحل متاخره، فيبقى في توعيه. محتاج يبقى عندي مستلزمات مستشفيات كويسه جدا تكفي كمامات وبدل واقيه ومطهرات تكفي الاعداد اللي هتيجي، بما اني مش هقفل.
محتاج يبقى عندي سيستم للتتبع الكتروني للحالات زي ما بلاد اسيا معظمها بتعمل. محتاج كمان ان انا يبقى عندي توعيه ان انا اقول للناس انا ايه الهدف من نصف اغلاق. انا دايما بقول الفيروس ما بيقراش الاقتصاد، ما يعرفش ان عندنا مشكله ومش هيساعدنا. فاحنا بنفتح عشان الاقتصاد مش عشان الفيروس اتحسن. فبالتالي انا محتاج ان انا اقول للناس خد بالك اكتر. يعني انت لو هتنزل الشغل لازم تبقى لابس كمامه، تاخد احتياطاتك، لان الناس لا اراديا اول ما بيحس ان الدوله قللت احترازات يبتدي هو اوتوماتيك يتعامل بشكل طبيعي كأن ما فيش حاجه حصلت. بالظبط كده. هل من الدروس المستفاده هي يعني اللي احنا شفناها في دول تانية انه بدا بيبقى في قرارات ان الناس اللي ما عندهاش اعراض شديده ان هم يكونوا في المدن الجامعيه ويمكن بعد كده يبقى يلتزم الحجر المنزلي مثلا، وده يكون يعني افضل بكتير عشان خاطر الناس اللي عندها اعراض شديده يكون عندهم اماكن في المستشفيات؟ نقطة جيدة. احنا دايما بنقيسها على حسب الاستيعاب الاقصى للمستشفى. يعني كل نظام صحي في اي بلد عنده استيعاب اقصى للحالات. فاحنا اول ما بنوصل قرب الاستيعاب الاقصى يستحسن كل الحالات المايلد اللي هي الخفيفة تقعد في البيت تتعالج في البيت او في اماكن بره المستشفيات. ده اللي احنا وصلنا له بعد تصريح دكتورة هالة وزيرة الصحة ان احنا وصلنا للحد الاقصى في استيعاب المستشفيات. الحل في كل الدول الاول ان بيحصل ان بيعملوا حاجه اسمها ترياج جوه المستشفى. ترياج يعني ممكن يبقى عنده حالتين يختار منها حاله واحده هي اللي تخش وحاله واحده يقول لها لا ماليش مكان. للاسف يعني ده حاجه مش عايزين نوصل لها. طبعا. والحاجه الثانيه ان الحالات الخفيفه تقعد في البيت لغايه لا يا اما تخف او لو الاعراض تفاقمت يروح المستشفى. احنا وصلنا للمرحله دي خلاص. طيب واحنا بنتكلم على السيناريوهات كنت كلمت دكتور عن مساله مناعه القطيع وهي الفكره انه يبقى عدد اكبر من الناس يعني يجي لهم الفيروس وبالتالي تكون مناعه القطيع. هل في اساس علمي بقى للسيناريو ده وامتى بتتحقق يعني لما الفيروس يوصل لنسبه كام في الميه من الناس؟ هي مناعه القطيع جيده لو كان طبيعه الفيروس ما بيصيبش فئه معينه من المجتمع بكثره. يعني انا مش محتاج مستشفيات وما فيش ضغط على المستشفيات في وقت قصير. يعني مثلا فيروس بيجي اعراضه خفيفه وممكن يتعالج في البيت. ده احسن لي اعمل له مناعه قطيع. او نفس الكلام لو بكتيريا. لكن لو كان الفيروس بيعمل وفيات عاليه في كبار السن والناس اللي عندهم امراض مزمنه هيعمل ضغط على المستشفيات، مناعه القطيع اللي هي الكامله زي ما كانت انجلترا بتحاول تعملها محتاجه الدوله مثلا فيها نسبه الشباب اكتر وفيها جاهزيه عاليه جدا ويستحسن مش مع فيروس زي فيروس سارس كوف 2 زي فيروس كورونا المستجد. ان هو نسب الوفيات في الهيرد اميونيتي في مناعه القطيع هتبقى عاليه في كبار السن. السويد عملت حاجه في النص، عملت مناعه قطيع بس قعدت الناس كبار في السن في البيت. يعني الناس كلها تنزل وتخرج عدا الفئه اللي هي كبار في السن، الفئه اللي ممكن يبقى عندهم مشكله في الاعراض. طب شايف يا دكتور نسبه الوفيات في مصر قد ايه؟ يعني هل هي نسبه يعني مطمئنه ولا غير مطمئنه؟ ده الكلام المهم، لان بما اننا مش متاكدين نسبه الاصابات تمثل قد ايه من عدد الاصابات الفعلي في مصر، الوفيات هي الدقيقه اللي احنا بنقيس عليها. فاحنا كنا الكيرف في شهر ابريل قلنا لو قفلنا شهر ابريل ب 400 وفاه احنا في اخر المنحنى الامن. احنا قفلنا 408 تقريبا، فاحنا لسه في المنحنى الامن الى الان. الى الان اللي هو لو كمل بيسموه تصاعد افقي هيقفل الشهر ده ب 750 حاله وفاه. لو قفل 750 حالة وفاة ده معناه ان الحالات ما بتزيدش والكيرف ابتدى يتسطح وينزل. لو عالي شوية وصل ل 1000 وفاة اخر الشهر ده معناه ان احنا ابتدى نخش في سيناريو 2. الارقام هتفضل تعلى الشهر اللي جاي كمان ومش هتقل الا الشهر اللي بعده. لو وصلنا 1200 ده اخر المنحنى المسطح اللي هو قبل الاسي. احنا دايما كنا بنسمع كده الاكسبوننشال جروس او المنحنى الاسي او التصاعد الاسي. ده اخره عندنا 1200. لو قصرنا 1200 وفاة ابتدى نخش في سيناريو مش كويس ان شاء الله ما نوصلوش. احنا لسه في اول السيناريو ما بين الاولاني والتاني. طب واحنا بنتكلم على نسب الوفاة، طب بالنسبه بقى لنسب المتعافين شايفها ازاي؟ نسب المتعافين احنا قدام كل حاله بتتوفى في تقريبا اربع حالات بيخرجوا من المستشفى بنسب شفاء. هي نسب معقوله. في بلاد كتير احسن، في بلاد اوحش. وهي بترجع تاني لامتى المريض بيخش المستشفى. وبترجع برضو الحاجة هو الدول بتخرج المريض امتى من المستشفى. يعني في دول بتقعد المريض شهر كامل جوه المستشفى لغايه ما يخرج، فتلاقي نسب الشفاء عندها تبدو قليلة. في دول بتخرجوا بعد اسبوعين مثلا. فاحنا النسبة عندنا لو قسمناها من الوفيات معقولة، لو حسبناها من التوتال من عدد الفعل الاصابات
مش هنعرف نحسبها قوي لان احنا مش متاكدين من رقم الاصابات، بس هي 24% وهي نسبه. لو قلنا رقم الاصابات الى حد ما جيد كحصر يعني هي نسبه جيده برضه. نسبه. طب لو اتكلمنا على انتشار الوباء مثلا في افريقيا، ازاي نقدر نقيمه؟ يعني كان متوقع انه انتشار الوباء يكون اكبر بكتير ويكون الارقام اكبر بكتير من ما هو معلن، ازاي تفسر ده؟ يعني هل في مناعه مكتسبه لدول الشرق الاوسط ودول افريقيا عن دول اوروبا مثلا والولايات المتحده الامريكيه؟ يعني هل في فعلا مناعه مكتسبه ولا بتفسر بايه الارقام دي؟ الاصابات كترت في انهي دول في الاول؟ يعني خلينا ناخد الموضوع من اول شهر يناير كده واخر شهر ديسمبر. الدول اللي عندها حجم سفر عالي هي الدول اللي كان عندها حجم اصابات عالي. اوروبا اكتر قاره بتسافر ما بينها وبين بعض، واكتر قاره بتسافر لغايه الصين وشرق اسيا وبترجع. فالاصابات ابتدت في اوروبا عاليه جدا وامريكا كذلك. لو شفنا الدول اللي فيها نزاع مثلا زي اليمن العراق، هتلاقي ان الدول دي اصابات فيها قليله جدا لان ما كانش في حجم سفر عالي. فده اول سبب واكبر سبب في فكره الاصابات. افريقيا بان حجم السفر بتاعها مش عالي كانت الاصابات اقل. تاني حاجه هي هل في مساحات في دول افريقيا خصوصا الدول الناميه ولا لا؟ هل لو مات فرد متاكدين هو مات بأي سبب؟ هل الاصابات معروفه ولا لا؟ ده الحاجه الثانيه اللي هي جاهزيه النظام الصحي نفسه. وثالث حاجه هي فكره الانتقال ما بين المدن وبعضها في دول افريقيا، اللي هو الانتشار بقى ما بين الدوله وبعضها. ده الاسباب الاساسيه لاي فيروس ان هو ينتشر. اخر حاجه احنا عندنا متوسط السن قليل. يعني اوروبا مثلا لو خدنا ايطاليا متوسط عمر الشخص في ايطاليا 47 سنه، عاليه جدا. احنا في مصر كام؟ 24. ودول افريقيا عموما بلاد صغيره السن، متوسط البلاد بيسموها فتيه يعني. فالاصابات ما بتبانش الا فوق 50 سنه باعراض قويه. اوكي، فدي كلها حاجات تخلي الدول الافريقيه والناميه عندهم نوع من انواع المناعه. طب هل البعض اتكلم في لقاح السل، هل هذا اللقاح ليه دور؟ هل زياده نسبه الاصابات في الدول اللي ما خدتش اللقاح ده ممكن يكون يعني سبب كافي على صحه هذه الفرضيه؟ ودي برضو كانت فرضيه اتقالت بس لسه ما فيش عليها اثبات، لان هو في دول زي ايران مثلا كان عندها تطعيم السل اجباري ونسبه الاصابه فيها عاليه. بلاد افريقيا هي نفس البلاد اللي كان فيها حجم سفر قليل، هي البلاد اللي فيها السل اجباري. فممكن يبقى الارتباط هنا فكره برضو ان هم ما كانوش بيسافروا كتير، وفكره ان متوسط السن. طب بالنسبه بقى يا دكتور لدرجات الحراره، هل يعني درجات الحراره واشعه الشمس ممكن يكون ليها دور في الحد من انتشار الفيروس ولا لا؟ تمام. الحر كويس لينا عموما، يعني الصيف حلو لجسمنا في المناعه. الشخص في الصيف ما بيجيلوش فيروسات وبكتيريا زي الشتاء. الغشاء المخاطي والجهاز التنفسي احسن في الصيف عن الشتاء. مناعتنا ومقاومتنا للامراض احسن. لكن الفيروس نفسه ما بيتاثرش. انا مناعتي احسن فممكن يجيلي الفيروس واخف منه واخدش بالي، بس فيروس كورونا مش موسمي لغايه الان. يعني كل الدراسات بتقول ان هو ظهر لما اعلنت حاله وباء عالمي، ظهر في نص الكره الشمالي والجنوبي في نفس الوقت، اللي هو النص اللي كان فيه صيف والنص اللي كان فيه شتاء. فما كانش متاثر بدرجات الحراره. المعاهد البحثيه في امريكا حاليا بتدعم فكره، خصوصا في تصريحات ترامب، ان مع دخول الصيف الفيروس هيقل وهكذا. في نفس الوقت اللي طلع فيه التصريح ده طلعت منظمه صحه عالميه بعديها بساعتين نفت التصريح. احنا مش عارفين نصدق مين بصراحه. وقال ان الفيروس غير موسمي. يعني هو يمكن الفيروس لسه جديد، فلسه ناس يعني كتير من العلماء يمكن يكون ما عندهمش فكره عن خصائص الفيروس. طب انا عايز اتكلم بقى على اللقاحات. احنا بنسمع طبعا يعني في الفتره دي عن يمكن 100 مشروع لقاح جديد، تجارب سريريه بتتم. هل نتوقع خروج يعني لقاح في القريب ولا صعب؟ خلينا نبتدي من الاول كده. واحنا عشان اعرف اعمل لقاح او مصل او فاكسين باخد وقت قد ايه؟ انا تقريبا العلم بياخد وقت من 10 سنين ل 15 سنه عشان ينتج لقاح واحد. ده بيتكلموا على السنه الجايه يعني، ده في الايام العاديه. يعني بدون وجود كارثه او ازمه. في اوقات الكوارث والازمات زي كده بيتم تسريع المده دي. حاجه اسمها فاست تراك من منظمه الغذاء والدواء في امريكا. والبرايم اللي موجوده في الاتحاد الاوروبي ان هم يخلوا الفتره بتاعت 10 سنين دي 18 شهر بس، وبيعملوا فيها كل المراحل بتاعت الانتاج اللي هي بيسموها مراحل ما قبل التجربه على البشر، اللي هي البري كلينيكال على حيوانات، وبعد كده المرحله الاولى على البشر للسلامه، المرحله الثانيه اللي كانت بتاخد سنتين في العادي تاخد كام شهر دلوقتي، بعد كده لتحديد الجرعات، والمرحله الثالثه الاخيره اللي هي لتحديد الفعاليه، وبعد كده يطرح في الاسواق. حاليا في عقارات كتير في عدة المرحله بتاعه الحيوانات ودخلت في مرحله البشر.
منها أكسفورد مثلا. جامعة أكسفورد حاليا بتشتغل على مصر، وهم ايمنج يأملوا ان هو يخلص في شهر سبتمبر. طبعا لو خلص سبتمبر ده هيبقى أسرع لقاح يعني صنع على مستوى العالم. هل هيكون آمن بصراحة؟ في علامات استفهام كتير قوي ان انا يعني اعمل مصل بسرعه. ليه؟ لان هو كيفيه صناعه المصل عباره عن ايه؟ انا بدي لشخص سليم الفيروس نفسه بعد ما اعمل له وهن. ففي خطوره في ان انا احقن جسم شخص سليم بالفيروس. صحيح هو متشال منه الضرر وكل حاجه، بس هي محتاجه دراسه زي ما بقول 10 سنين او 15 سنه. قللت الدراسه بتاعتها لكام شهر. فلسه حتى لو طرح في سبتمبر هيبقى متهيالي عليه دراسات بعد ما يطرح بكذا سنه، هل فعلا الفعاليه بتاعته كويسه ولا لا، او نتائجه هتكون، يكون ضمانات النتائج هتكون جيده ولا لا، وان هو يكون متوفر. بالتاكيد هيكون متوفر مثلا للقطاع الطبي في الاول. هو في الاول يعني مثلا زي برضو الفاكسين الصيني اللي حاليا عدى مرحله الحيوانات وفي المرحله الاولى، لما هيطرح هيطرح فقط للكادر الطبي. بعد كده هيطرح للعام. ده منتظر في شهر يناير. أمريكا بتشتغل على فاكسين برضو احتمال يخلص شهر 2 الجاي فبراير. فرنسا بتشتغل برضو على فاكسين احتمال يخلص شهر يعني فبراير. طب وإحنا بنتكلم على دول مختلفة، يعني إحنا أمام يعني مشكلة وأزمة عالمية، واللي إحنا شايفينه زي ما يكون في سباق أو تنافس. ليه ما يبقاش في تنسيق ما بين الأكاديميات البحثية، ما بين الجامعات بشكل عام، وما بين الدول، عشان خاطر نقلل الوقت على البشرية كلها؟ يعني أنا مش قادرة يعني ليه الموضوع واخد شكل تنافس أكتر؟ نقطة كويسة جدا. هو عموما اللي بيعملوها انه كل حد بياخد سكة لوحده في انتاج مصل. هو في كذا تكنولوجي، يعني في ناس شغالة على البروتين، في ناس بتحقن في فيروس تاني امن بعد كده بيطوروه، ففي كذا تكنيك. فكل جامعة تبني التكنيك وبتتبع الدراسات بتاعته. لكن انا معاكي في النقطة دي، يعني اللي موجود هو اكتر تنافسي اكتر منه اجتماع على خطة بحثية. هو كان في من يومين اجتماع لمعظم الباحثين للامصال ان هم يعملوا جهود مشتركه، خصوصا الانتاج، لان هو مفيش شركه او مصنع هتعرف تنتج للعالم كله لو انتجت المصل بدري. الى حد ما بقى في وثائق مشتركه ويعني ام او يو ما بين الجامعات وما بين الشركات، ان لو حد وصل لمصل بدري هيتعاونوا في الانتاج. لكن حضرتك حط في الحسبان كده ان الشخص اللي هينتج المصل الاول هياخد نوبل، الشركه بتاعته هتكبر، الستوك ماركت هتبقى مليارات، فيها سنه تنافس برضه. ننتظر. يعني هو الحقيقه انه يعني في ازمه زي دي احنا بننتظر ان يكون في تنسيق اكتر، عشان خاطر نقدر ان احنا يعني نقصر الوقت على البشريه كلها. عايز اتكلم بقى على يعني زي ما احنا متابعين على هذا الفيروس، تبادل الاتهامات ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين والتجاذب اللي حاصل. والحقيقه انه كان ان احنا شفنا انه الولايات المتحده كانت بتقول ان الصين كان عليها انها تكون اكثر شفافيه، كان في كلام انه ربما يكون الفيروس مصنع، ربما يكون خرج بطريق الخطا من مختبر ووهان. ازاي شايف تبادل هذه الاتهامات، خاصة انه في دول يعني دخلت على نفس وتيرة الولايات المتحدة الامريكية زي فرنسا واستراليا مثلا؟ بالضبط. هو عموما فكرة الفيروسات على مستوى العالم وفي التاريخ دايما بيبقى فيها جزء سياسي وجزء اقتصادي. ولو اتكلمنا في موضوع بقى هل الفيروس نفسه مخلق ولا لا، هو البت فيها صعب، بس هو في دايما حاجات بتخلينا نعرف الفيروس ده متخلق في معمل، يعني معمول في معمل ولا في الطبيعه. لغايه دلوقتي السبايكس وشكل الفيروس ان هو مش محور في معمل. لان لو فاكرين الانثراكس مثلا في امريكا قبل كده، اول ما استخدم الانثراكس كان باين عليه في التحور الجيني ان ده معمول في معمل، ليها تحاليل يعني. لكن هل بقى ممكن يكون هو تحور في الطبيعه واستغل؟ ده اللي كلهم بيتخانقوا فيه، لان امريكا حتى ما قدرتش تثبت ان هو اتخلق في معمل، بس بيقولوا هو كان موجود وتسبب في ان هو انتشر عن طريق الخطأ. حتى عن طريق الخطأ بس جت بعد كده بلاد قالت ما هو التمويل اللي كان لوهان كان جاي من امريكا. يعني معظم التمويل لمعهد ووهان للابحاث الفيروسيه اللي موجود في ووهان ده جاي من امريكا اصلا. فابتدى يبقى فيه طبعا خناقات. وفي النص جت منظمه الصحه العالميه، امريكا اتهمت منظمه الصحه العالميه ان هي اتاخرت وهي السبب في التاخير. بس لو فكرنا كده هي منظمه الصحه العالميه اتاخرت. ترامب اول ما كان حصل الفيروس كان الى حد ما فرصه بالنسبه له اقتصاديه، يحل مكان الصين. الصين كان 30% اقتصاد العالم، ياخد مكانها ويبتدي يتصدر تاني المجموعه الاقتصاديه والعالم في الاستيراد والتصدير وهكذا. فده خلاه ياخر الاحترازات بتاعته. يعني هو ما خدش اي ميجرز لغايه 11 مارس لما منظمه الصحه العالميه قالت ده وباء عالمي. فتاخر.
فطبعا احنا شفنا الفيروس انتشر ازاي في امريكا. فدلوقتي الانتخابات قربت فهي مين اللي هياخد اللائمه؟ هتاخد جانب سياسي. فهي واخده جانب سياسي. اللائمه راحت للمنظمه الصحيه العالميه طبعا، وهي فعليا اتاخرت يعني، وشالت الفند. امريكا شالت الفند للمنظمه الصحيه العالميه. المنظمه الصحيه العالميه خدت بقيه الفند، الصين قالت هي اللي هتدعمها. بعديها بفتره الدواء اللي كان رامدزيفير اللي امريكا بتعمله، الصين قالت ان هو ملوش لازمه والنتائج بتاعته غير مبشره. منظمة الصحة العالمية منزله التقرير ده على الويب سايت بتاعها، بعد كده قالوا ده اتحط بالغلط ومش شايلاه بعديها بساعه. امريكا اعترضت. فتحس ان الحرب اصبحت الى حد ما سياسيه اكتر منها علميه. وده اللي احنا بنخشاه، لان احنا طول عمرنا في المجال البحثي بعاد عن السياسه. لكن دلوقتي الدخول المباشر او حتى بعاد عن السياسه للعامه على الوش، دلوقتي الموضوع اصبح علني. فاحنا نخشى ان يتم تسييس الموضوع حتى في الانتاج بعد كده للقاحات والادويه. صحيح صحيح. طيب عايز اتكلم عن نقطه تانية. يعني بعض الدراسات اتكلمت انه فيروس كورونا اتحور اكتر من مره الى سلالات جديده، السلالات دي ممكن تنتج طفرات اكتر شراسه. هل الكلام ده صحيح؟ وهل ده يخوفنا من موجه تانية من الفيروس؟ ناخد النقطة الأولانية، فكرة الطفرات. هو الفيروس بيحصل له طفرات. يعني من أسبوعين مثلا حصل طفرة للفيروس وانتقل لقطتين في نيويورك. فده مثلا كانت طفرة جديدة. يعني هو الفيروس انتقل من حيوان لإنسان في الأول، فبقى يصيب الإنسان فقط مش الحيوان. دلوقتي انتقل من من إنسان لحيوان، فأصبح فيروس بيصيب القطط بس مش هيعدي تاني إنسان. فده الجامب أو القفزات بتاعت الطفرة. هي بتقفز من نوع من من البشر للحيوانات او من حيوانات للبشر، بعد كده تستمر في التطور ده. عاده الطفرات بتبقى اضعف. اضعف مش يعني اشرس. مش اشرس يعني. سارس لما جاي يحصل له طفره جه اضعف. بعد كده اضعف لغايه دلوقتي بتيجي موجات سارس. يعني الصين لحد السنه دي كان فيها سارس. نفس الكلام في ميرس، نفس الكلام في كل الفيروسات. نأمل ان الفيروس ده برضه يعني طفره، ولا ممكن يحصل له مثلا يعني اختلاف مثلا يكون اضعف من الاول، هو تحور جيني مثلا ممكن يحصل التحور ده ان هو يبقى الى حد ما اضعف. هل نتوقع ده مناعتنا تبقى احسن تجاهه الاثنين؟ طب ايه اللي هيخلي مناعتنا احسن تجاهه لو انا ما جاليش، يعني انا ما اصبتش بكورونا، ايه اللي هيخلي مناعتي افضل؟ في مناعه بتبقى مكتسبه من كل الفيروسات اللي موجوده بتصيب الشخص. يعني لو الشخص مثلا جاله انفلونزا الف او ب، بيجيله انواع معينه من الانفلونزا، بيجيله ماكس اميونيتي من الفيروسات دي، مناعته بتبقى افضل لتقبل عائله معينه من الفيروسات. ده اللي عموما الانسان بيحصل له سنه بعد سنه. ده لو ما كانش بيحصل كان الناس ماتت من اول فيروس ظهر على كوكب الارض وما بقاش في كل الفيروسات في تاريخ الاوبئه او بيئه بشكل عام بتيجي وبتختفي بالظبط لوحدها. حتى لو كانت يعني سريعه الانتشار زي كورونا. يعني الطاعون مثلا وده القرن ال 14 تقريبا على ما اتذكر مثلا. هو ده جاي من الصين على فكره. يعني هي جاي من البرازيل. ليه الصين؟ يعني الفيروسات كلها معظمها بتخرج من الصين، ايه السبب؟ يعني خلينا اقول لك ليها سبب في التعامل مع الحيوانات عموما بكثره. يعني هو لو رجعنا تاني للطاعون، ده كان على سفينه فار من الصين راح على اوروبا. راح فين في اوروبا؟ ايطاليا برضو. ميلانو. وابتدى الطاعون ينتشر وفضل ينتشر لمدة 4 سنين وتقريبا 100 مليون شخص مات. وبعد كده اختفى لوحده. وده كانت أول مرة يحصل حجر منزلي على فكرة، إن هو كان قعدوا الناس في بيوتهم 40 يوم كارانتينة. جت منها كارانتين، جت منها الحجر الصحي. الصين عدد البشر عالي جدا واللحمة والفراخ ما تكفيش البشر، ففترة من الفترات سمحوا ان اي حد يقدر ياكل اكل بري لو حيوانات برية. بعد كده بقى في تريدنج للحيوانات البرية، بقى في تجارة ليها وبقت بتتاكل. وهو عموما القفزات ما بين الحيوانات والانسان بتيجي في التعامل المباشر الكثير مع الحيوانات. وده بيحدث بكثرة في الصين خصوصا ما بين حيوانات وبعض. يعني اللي حصل في فيروس كورونا هو تحور ما بين الخفاش، الفيروس بتاع الخفاش، الفيروس ما بين اكل النمل، وفيروس اللي موجود عند الانسان. الثلاثة مع بعض عملوا فيروس جديد. ده أوحش حاجة، لأن احنا مش متعودين على الفيروسات الحيوانية، جسمنا مش متعود عليها. فالتعامل الكتير ما بين اتنين نوعين من الحيوانات يعمل فيروس جديد، كده النوعين دول مع إنسان يعمل فيروس تالت جديد. ده اللي حصل. فبيبقى صعب قوي إن الإنسان يكون الأنتي بوديز اللي هو يعني يتعامل. طب ده يخلينا نتكلم على البلازما. دلوقتي احنا بنسمع إنه بيتم استخدام البلازما الخاصة بالمتعافين للناس اللي بيعانوا من أعراض شديدة من الفيروس. هل شايف إنه ده ممكن يعني يكون مجدي؟ الطريقة دي ممكن تكون مجدية؟
نقطة جيدة. البلازما استخدامها قديم، احنا بنستخدم البلازما في العلاج او مساعد للعلاج بقالنا 100 سنة تقريبا. استخدمت في سارس وفي ميرس وفي الإيبولا. هي الفكرة بتاعت الكونفاليسنت بلازما او بلازما المتعافين، ان احنا بنشوف شخص جاله الفيروس، فيروس كورونا، وخف. فجسمه بقى عنده الانتي بوديز، بقى عنده مضادات الاجسام. افصل البلازما من الدم، البلازما بتمثل تقريبا 50% من الدم الشخص. ودي البلازما دي لحد عنده الاعراض وعنده المرض، خصوصا لو حالته متقدمه، بحيث انها زود له عدد مضادات الاجسام في جسمه فيتحسن احسن. طبعا البلازما ما بتبقاش علاج لوحدها، يعني دايما بتبقى بجانب البروتوكول العلاجي العادي اللي هو الشخص بياخده. نسب الشفاء بتاعتها لغايه دلوقتي كويسه مبشره. مصر فيها 3 اشخاص بيتعالجوا ببلازما الدم، والى حد ما النتائج كويسه بجانب البروتوكول العلاجي العادي اللي احنا بنستخدمه ده، في حال بقى طبعا انه يعني ما حصلش تحور لسلاله الكورونا. نتمنى ذلك. دكتور اسلام معنان، استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئه، انا بشكرك جدا على هذا الحوار. ان شاء الله بنتمنى ان احنا يعني نصل الى يعني حل المشكله دي، وان يعني نتمنى انه يحصل تحور بقى للفيروس، وان احنا يعني نلاقيه اختفى زي اوبئه كتير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكركم والى اللقاء. Thank you.